السلام عليكم شلون الشباب، ورجعت لكم فيديو جديد. فيديو اليوم راح نتعلم شلون نسوي كرياتين او بما يسمى يعني بالرائج الكرياتين بانفسنا بدون ما نروح لاي صالون وبدون ما نحتاج اي احد. انتوا تابعوا الفيديو حط لايك للفيديو حتى يوصل اكثر عدد من الناس، بالاضافه تابعوا حسابي على الانستغرام حاط لكم اياه بصندوق الوصف راح اثبته باول تعليق. خلينا نتفق قد اتفاق، اليوم الفيديو حيكون تطبيقي لكن شفهي، يعني مو تطبيقي 100%. طبعا انا محضر الكرياتين ومحضر كل الامور اللي راح نحتاجها، محضر الفير ومحضر الشسوار. فاليوم راح نتعلم ويا بعض خطوه بخطوه شلون نسوي الكرياتين. طبعا هو بالاصل اسمه كرياتين بس انا حسميه كرياتين لانه الكل متعود على مسمع او كلمه كرياتين فراح امشيها كرياتين. اليوم راح نتعلم بشكل مبسط. طبعا بالمناسبه اغلب المرات او انا تقريبا بحياتي اعتقد بدون مبالغه مسوي كرياتين 7 أو 8 مرات بس كرياتين اصلي. ها لا تقولوا انتم بالفيديو الراح انت قلت لنا لسه تستعملون كرياتين، انا قلت الغير اصلي، انا لا استعملهم كلهن اصليات. فتقريبا 7 مرات، ال7 مرات كلهن انا مسوي كرياتين النفسي بدون تدخل خارجي وبدون مساعده احد. بس الفيديو اليوم راح نسوي خطوه خطوه، بس ما راح اسوي كرياتين النفسي، يعني راح اقول لكم شلون راح نضيف هذه الماده، راح نوزعها بهالشكل، راح نستخدم الفير هسه، راح نستخدم الشسوار هسه، ايش راح نسوي بعد ما نكمل وهكذا. يعني الفيديو حيكون تطبيقي لكن شفهي، يعني مو تطبيقي 100%، خلينا نقول 50% وال50 الباقي شفهي. خلينا ما نطول بالفيديو، ندخل بتفاصيل الفيديو على طول. اول حاجه راح نحتاجها اكيد الماده اللي هي الكرياتين، يفضل يكون اصلي. ثاني حاجه اكيد راح نحتاج، احنا نسميها بالعراقي طاسه، ما اعرف شنو العرب شنو يسموها، بس راح نحتاج طاسه ايا كان، اي شكل، قزاز، بلاستيك، الومنيوم، ايا كان. وراح نحتاج اكيد هذه الفرشه، والفرشه هذه كل ما تكون اكبر يكون افضل حتى توزع الماده على كل الشعر بشكل اسرع. اكيد راح نحتاج الشسوار، وبالنهايه راح نحتاج الفير. طيب احمد احنا عرفنا الامور راح نحتاجها، راح نحتاج كرياتين وماده الاستير، راح نحتاج الفرشه، راح نحتاج الطاسه والفير والشسوار. زين انا ما اعرف لا افير وما اعرف شسوار، شلون بالحال؟ الحل كلش بسيط. اول فقره راح نسويها، راح نخلي الماده بهذا الشكل بقدر معلوم، يعني ما راح مبالغ. طبعا بالمناسبه هذه الماده راح اخليها ورا شوي، راح ارجعها للعلبه، بس مجرد انه حتى اشوفكم. راح نخلي على سبيل المثال الماده بهذا الشكل. بعد ما نخلص الخلط ايش راح نسوي؟ راح نلزم خصله خصله، مجموعه الشعر مجموعه الشعر، وراح نلزم الفرشه بهذا الشكل. راح ندهن الشعرايه من البدايه لحد النهايه. يفضل انه الكرياتين ما يلامس جذور الشعر، يفضل اني عن نفسي لما اسوي احاول انه ما يلامس جذور الشعر. ليش؟ في حال انه بي مضار على الشعر فما راح ياثر على فروه راسي، فقط راح ياثر على الشعرايه، والشعرايه بعد كم شهر راح تطول وراح يطلع شعر طبيعي في حال دا اقول. لكن المواد الاصليه اكيد مضر، قلتها مضر، واي شيء بكثره هو يضر. فانت راح تلزم الشعرايه بهذا الشكل، راح تجيب الماده بهذا الشكل، راح تبدي تمسح شعرك خصله خصله كل الاطراف من اليمين لليسار من الامام للخلف بهذا الشكل. ورا ما حتخلص اكيد راح نحتاج مشط. طيب ايش راح نسوي بالمشط؟ وبكل بساطه بعد ما الشعر انملى بالماده وكل اجزاء الشعر انملى بالماده راح نستخدم المشط من اليمين لليسار، من اليسار لليمين، من الشمال للجنوب، كيفكم شو تسموها من الشرق للغرب براحتكم. مجرد انه حيجي المشط بهالشكل راح يمشط كل اطراف الشعر من اليمين لليسار بهذا الشكل، من اليسار لليمين بهذا الشكل، من الامام للخلف ومن الخلف للامام، وتمشط بالشكل اللي يعجبك. بس لازم تضمن انه الماده توزعت على كل اطراف الشعر وتوزعت على كل الشعر. وارجع واقول لكم يفضل انه ما تلامس فروه الراس، يفضل مو شرط. هذه يعني انا دا استجد من عندي، لا حد يحاسبني على هذه المعلومه، لكن انا لما اسوي نفسي احاول انه ما يوصل للجذور وما يوصل لفروه الراس. طيب احمد بعد ما مشطنا شعرنا من الامام وسوينا هالخبصه والخوطه ايش راح نسوي بعدها؟ وايش قد راح نخلي الماده؟ وايش راح نسوي الخطوه اللي بعدها؟ راح تخلون الماده 30 دقيقه على الشعر. لما تخلي المدة 30 دقيقة على الشعر تنزل تشرب لك شاي، قهوة، تتفرج لك فيديو، ايا كان تحسب 30 دقيقة. طبعا فوق ال 30 ميضر وجو 30 ميضر، لكن ليش اقول 30 دقيقة؟ حتى الشعراية تكتسب المادة وتستفاد من عندها، والشعراية تكون مليئة بالمادة. طيب بعد 30 دقيقة ايش راح يصير احمد؟ بكل بساطة الشسوار. شنو شغل الشسوار؟ واحمد انا ما اعرف ايش اشسوار، شلون راح استخدم الشسوار؟ تقدر ترجع في فيديوهات القناة راح تشوفون فيديوهات هواية شارح بيها شلون يشسورون بالطريقة الصحيحة والأمينة. راح تفتح الشسوار بالحرارة مالته مو بالبرودة، يعني مو فقط هو لا بالحرارة، يعني بالهواء الساخن مالته، وراح تبدي تمشط شعرك. طبعا فرشة دائرية لازم تحتاجون فرشة دائرية. راح تبدي تمشط شعرك
من اليمين اليسار من اليسار، نفس العملية بالضبط. زين شنو الفائدة من هذه الخطوة؟ الفائدة من الشسوار هو انه الشعر لما تكون بالمادة يجي الشسوار يبس هذه المادة. ليش؟ حتى الخطوة النهائية اللي هي بالفير يجي يكبس الشعر كله، لانه الفير ما يكبس الشعر اذا كان رطب، لازم الشعر يكون جاف تماما حتى الفير يقوم بعمليته 100%. فلما راح يجي الشسوار راح تنشف شعرك كله، راح تتأكد انه شعرك نشف تماما. يعني لما تسوي وتخلي ايدك بهذا الشكل ماكو رطوبة، المادة يبست على شعرك خلاص، كأنه ما انت تسوي تسريحة مثل ما قلت لكم يمين يسار. ومو شرط انت تعرف تسوي تسريحة، مو شرط انه بالشسوار تسوي تسريحة، لا، الاهم والمهم لما تستخدم الشسوار لازم تيبس المادة على شعرك، يعني شعرك يكون جاف تماما. الخطوة اللي بعدها راح نستخدم الفيار، وهذه بوجهة نظري اهم نقطة. ليش؟ لانه انت عن طريق الفيار راح تحدد شعرك يكون بيا شكل معين، لانه الكيراتين لما نستخدمه على سبيل المثال كبست الشعراية بشكل طولي، الشعراية اول يومين حتبقى واقفة بهالشكل، اذا يمين يمين واذا يسار يسار. طيب احمد، خلينا المادة تظلنا 30 دقيقة، كسولنا ورا 30 دقيقة بالفرشة الدائرية ويبسنا، شنو الخطوة الاخيرة؟ الخطوة الاخيرة راح تجيبون الفيار فرشة دائرية، راح تبدي خصلة خصلة. طبعا اللي ما يعرف يستخدمه كذلك اكو فيديوهات بالقناه اتحدث بها شلون تستخدمون الفير. لو تحبون نسوي فيديو شلون نستخدم الفير ماكو مشكله، من ممكن نسوي. راح تلزم الفير بهذا الشكل، وبالمناسبه لازم تشغل درجه حراره عاليه. ونقطه ضروريه بهذا الفيديو، هذا الفيديو ما دا احكي بيه لا كيمياء ولا دا اقول على محاسن ولا مضار، انا بهذا الفيديو دا اقول الطريقه. يعني لما اقول لك اقصى درجه حراره بالفير حتقول لي احمد انت فيديو من الفيديوهات قايل لا تستخدم درجه حراره عاليه على الشعر لانه تؤذي. هذه الامور بقت يمك، انا دا اقول لك الطريقه يسووه بهذا الشكل وانا اسويه بهذا الشكل. فهذا الفيديو هو تعليم طريقه الاستعمال، مو انه الكرياتين شو يسوي. على كل حال، بعد ما رفعت درجه الفير الاعلى درجه حتى تسرع عمليه التمليس وتسرع عمليه التسريح، راح تجيب فرشه دائريه راح تخليها على سبيل المثال بهذا الشكل، خلينا نقول هذا الخصله، راح تخلي الفير بهذا الشكل، تنتظر 1 2 وتبدا تمشي من النهايه للبدايه بهذا الشكل 1، ترجع الخصله بعدها نفس الحاله، خليت الفير 1 2 مشينا بهذا الشكل لحد النهايه حسب التسريحه اللي تريدها. خلصت هذا الجهه، جيت على منطقه القدله نفس الحاله، الزم منطقه القدله بهذا الشكل من البدايه للنهايه 1 2، ابدي امشي بهذا الشكل لحد النهايه. وهاي العمليه تتكرر على كل خصله 3 مرات 3 سحبات حتى الشعر يكون ناعم، وضمنت انه استخدمت الطريقه بشكل ممتاز. يعني كل خصله على حده تلزمها بالفرشه بهذا الشكل، لزمنا الفير بهذا الشكل، حسبنا 1 2 نهايه الشعرايه، 1 2 نهايه الشعرايه، 1 2 نهايه الشعرايه، ضمنت انه شعرك كله مشيت عليه الفير من اليمين لليسار. على سبيل المثال انا عن نفسي التسريحه مالتي من اليمين لليسار، فلما اجي اسوي الكرياتين وبهذا الشكل بعدين القذلة بهذا الشكل وهكذا، أضمن أنه شعري كله تسرح. بعد ما تسرح طبعا أكيد راح تجيني بعض الأسئلة، فراح أحاول أن أستذكرها. كم مرة أسحب الخصلة؟ على سبيل المثال 3 مرات، شيء كلش كافي. بعد ما كملت هذه العملية حشوف شعرك أنه تحول 180 درجة. طيب الخطوة اللي بعدها شنو؟ الخطوة اللي بعدها تغسل شعرك طبيعي، ورا ما تغسل شعرك طبيعي حشوف شعرك مو نفس القديم أبدا أبدا، يعني مو هو. وراح تقدر ترجع الشسور وتسوي التسريحه تشوف شعرك تحول 180 درجه، وايد 180 درجه بس حتى تبقى بذهنكم. طيب احمد، ورا ما خلصت العمليه شنو الامور اللي استخدمها وشنو الامور اللي ابتعد عنها؟ الامور اللي استخدمها، يفضل استخدام شامبو الكرياتين. يعني انت لما تسوي كرياتين يفضل انه الماده اللي تجيبها تجيب وياها الشامبو مالتها حتى ينعم الشعر ويعطيك فتره طويله. واي شخص يقول لك الكرياتين يطول 6 اشهر ماكو حكي. ليش؟ لانه فيديو من الفيديوهات انا شرحتها انه الشعرايه تطول على مدار الشهر، فانت خلينا نقول سويت هذه الشعرايه ورا 6 اشهر شعرك حيكون لهنا، فالماده اختفت حيطلع شعر جديد. فتقريبا ديمومه الكرياتين تقريبا 3 اشهر 2.5 شهر 3 اشهر، شيء كلش كافي وشيء معقول. راح نبتعد عن استخدام الزيوت لما نستخدم الكرياتين، لانه الزيوت تضعف مده الكرياتين، وبالتالي هذه العملية شيء كلش بسيط، كل شخص من عندنا يقدر يستخدمها بالبيت بدون ما يروح لأي حلاق، بدون ما يروح للصالون. لا تنسون الاشتراك بالقناة إذا مشتركين، فعلوا زر التنبيه حتى يوصلكم كل جديد أول بأول. تحياتي لكم.